سيدي خبريني شو صار له. بس طمنيني جدي منيح. حسن كريملي بخير ولا لا سيدي؟ بس ثواني. شوفي سيدي النقيب. سيدي شبك شوفي شلشتني. لا تخاف يا ختيار، رح نوديك لعند حفيدك عن قريب كتير أكتر ما بتتصور. والله إنك واحد واطي، بس صدقني نهايتكن قريبة. اسمع حفيدي نقيب، كلكن ما بتقدروا له، لا أنت ولا القطيع تبعك. صدقني ما فيكن تمسوا شعرة واحدة من راس البطل. خلينا نجرب لكان. لا تخليه يمسك السلاح بنوب، لا تأذي بديع عايش، اتفقنا؟ بأمرك سيدي العميد. ماشي حسابك عندي يا ختيار. لازم يكون في مخرج. طلع لبرا، مشي الحال. الدعم خلوكم بمواقعكم، هو طلع لبرا. كرر، هو جاي باتجاهكم، لا حدا يتحرك، سمعانيني ما؟ حاضر سيدي العميد. الكل جاهز، رح نفوت على البيت، يلا. معك نيكولا، أنا تصوبت، ما عم أقدر حرك إيدي بنوب، بدي حدا يساعدني بأسرع وقت. لك ماني قدران أمشي. تمام رح أتصل فيك. سيدي أنا بعرف أنه كبير بالعمر، وبعرف أنه عنده مشاكل صحية وكتير كمان، بس والله العظيم إذا بيصير له شي بعد وفاة أخي تونجاي. سيدي، سيدي جدي بخير؟ لا تاكل هم كرانلك، هو واقف جنبي وصحته منيحة. سيادة العميد؟ طيب بقدر أحكي معه سيدي العميد؟ طبعاً أكيد، بس اختصر ماشي؟ أنت منيح صح؟ إيه سيادة العميد، شكراً. باتور على التليفون. شكراً. خلي عيونكن 10/10 ماشي؟ باتور؟ جدي؟ أنت منيح؟ أنا منيح ابني. أوف، ألف شكر يا ربي، ألف شكر. أنا مو حملت حمل خسارتك جدي. لا تأكل هم يا ابني، أنا منيح، شكرا لله. بدي تعملوا له فحوصات شاملة لما يخلص المكالمة، اتفقنا؟ طمني كيف وضع الطريق؟ جهاز صار جاهز ما؟ جاهز سيدي العميد، ما في أي مشكلة. نحن خلصنا. شكراً لكم، ما كان في داعي تعذبوا حالكم. ولو هذا واجبنا. طمني حسن بيك، أنت منيح مرتاح؟ أنا منيح سيادة العميد،
طمنيني عن الجنود، كيفهم؟ ممتازين وكلهم بخير، انت ما تاكل هم ابدا. الحمد لله. بصراحة نحن آسفين على استجابتنا المتأخرة، ما كان بدنا ياك تمرق بهي التجربة، لا تواخذنا. ما فهمت، انت بتعرفي بهالموضوع سيادة العميد؟ نحن منعرف كل حركة، هو كان عم يراقبك طول هذا الأسبوع وكنا عم نلاحقه. ماشي بس حسن بيك بدي أقولك شغلة مهمة، هذا البني آدم مجرد بيدق، بس بيدق رح نوصل من خلاله للراس الكبير ونقبض عليه. طيب سيادة العميد، بس انتو ما كمشتوه هو هرب لبرا؟ نحن خلينا يهرب، لا تاكل هم، لساته بإيدنا. إيه ممتاز، انت ذكية كتير سيادة العميد، شكراً لك.